أنا الدكتور عصام القاضي examiner in the Royal College of Surgeons of England for the last 20 years وصاحب الكورس الأكثر شهرة في تاريخ الـ MRCS اللي ابتدى من حوالي 16 سنة في وقت ما كانش فيه أي حد بيدي كورسات، كان الكورس الأوحد لفترة طويلة جداً ولمدة ما يقرب من 10 سنين ما كانش فيه غير هذا الكورس على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والحقيقة هذا الكورس حقق نجاح كبير جدا. النهاردة احنا بنبشركم ان احنا هنعيد هذا الكورس وبتقريبا بنفس الاكزامينرز وبالإضافة الى اكزامينرز اخرين، كل الاكزامينرز بقالهم على الاقل 15 سنة وعلى خبرة عالية جدا في الـ MRCS exam. ما يميز هذا الكورس ان هو مركز في التكنيك اوف ذا exam، مش مركز في النولج. النولج موجودة في التكست، موجودة في كل الكورسات العادية الاونلاين، لكن ما نقدمه لا يستطيع ان يقدمه الاخرين، لان احنا بنمتحن بقالنا من 15 ل 20 سنة وشايفين الاخطاء البسيطة جدا اللي بيخطأها الكثير جدا من الكانديديت اللي عندهم نولج كويسة جدا لكن مش قادرين يوظفوها في مصلحة الامتحان. فإحنا في هذا الكورس بنقدم تكنيك اوف ذا اكزام، هاو تو باس اكزام، تكس اند تريكس اوف ذا اكزام، وات از ذا بيرفورمانس يو شود دو ان ذيس اكزام. والحقيقة بنقدمه في مكان فيري بروفيشنال في الفاسكولار ارت، مكان فيري اكسسبل، والحقيقة المقاعد اللي باقية قليلة جدا. فأنا بنصح كل اللي داخل الـ MRCS Part 2 إنه يتواصل مع الكورس أورجنايزر ويحجز مكان، وأتمنى لكم التوفيق في كل ما هو قادم.